واحد بيسأل عن الآية اللي بتقول صلوا في كل حين، يقول يعني ممكن واحد يصلي وهو قاعد؟ شوف، عايز اقول لك حاجة، الصلاة ينبغي ان تكون في خشوع، ولكن ان لم يتمكن الانسان من خشوع الجسد فعلى الاقل خشوع الروح. يعني ايه؟ يعني انسان مريض مثلا، هل ما يصليش ولا يقوم من على السرير ويركع؟ ما يقدرش، فهيضطر يصلي وهو مريض وهو نايم. تلميذ مثلا في الامتحان وقاعد في اللجنة عايز يصلي ان ربنا يكون معاه في الاجابة وفي الاسئلة وفي الحاجات، يقوم من اللجنة ويركع ويقف؟ ما يقدرش، فيضطر يصلي وهو قاعد. يعني في فرق بين رفع القلب الى الله، رفع القلب الى الله وده يكون في اي وقت وفي اي وضع، ما دام الانسان مضطرا الى هذا، لكن مش نوع من الاهمال والتكاسل. لداود النبي بيقول في المزمور: كنت اذكرك على فراشي وفي اوقات الاسفار كنت ارتل لك. يعني اول ما تحط راسك على المخدة في السرير ما تكلمش ربنا ابدا، تكلمه لكن مش تقوم من على السرير وتركع وتصلي. يعني ان ما كانش فيه خشوع جسد يبقى على الاقل خشوع الروح، وربنا قابل خشوع الروح. لكن مش معناها الانسان يتراخى ويتكاسل ويخليها بس خشوع الروح، ما دام يقدر عليه.